عايز تشوف ازاي فكره اللوكال براندز، ان شباب كتيره بتحاول تعمل مشروعات صغيره تنافس بيها مبدئيا البراندز المصريه اللي زيهم الى ان يوصلوا الى العالميه لو قدروا. طبعا دي من افضل الحاجات اللي الشباب في الفتره اللي فاتت عموما حوالي مثلا 6 سنين بدا يركزوا عليها. يعني دايما دي بتدعم فكره بقى عقده الخواجه زي ما بيقولوا. لازم الحاجه تبقى براند كبير واجيب لا، احنا ممكن في مصر نعمل حاجات اعلى بكتير من بتاعه بره. وفي نفس الوقت بتدي فرص عمل كتير للشباب، بدل ما بيروحوا ويقعدوا على القهاوي ويتنططوا هنا، الخريج بيبدا يشتغل. هتروح تلعب بره او مش عارف ايه، او تقعد على القهوه وتقول لازم اشتغل بالمؤهل بتاعي او باللي انا درسته؟ لا، ابدا اعمل اي مشروع، اي حاجه في الملابس، في حاجات كتير انت ممكن تعملها. في ناس كتير بتخاف ان يحتاج راس مال كبير. لا، مش شرط خالص، مش شرط. يعني في شباب بتبدا ب 5000 جنيه في الحاجات اللي زي دي، ما بيصنعش هو بنفسه، بيبقى في مصانع بتبيع الحاجات، يعني بيبقى مجهز هو الكوليكشن تمام، وانت تروح بتاخد منه الـ الشغل جاهز وتبدا انت تعرضه عندك. يعني انت بتشوف ان حاجه سهله. سهله جدا، بالذات بعد انتشار المبيعات الاونلاين في الفتره الاخيره. طبعا الاونلاين ده تبقى مسهل جدا، جدا فكره جدا ان هو اصلا كمان فوقات. يعني احنا مثلا على موقع السوشيال ميديا كمان ده، يعني يعني احنا مثلا عندنا بنعمل ايه، بنصور الكوليكشن تمام، ويجي في شباب كتير بتبقى فاتحه صفحات على الفيسبوك وانستجرام والتيك توك والحاجات دي، بيبقى بياخد مننا الصور ويبدا يعرضها عنده تمام، واللي بيطلب منه بيجي ياخده بالطلب. يعني اكنه بيفرانشايز منك. بالظبط كده. بالظبط كده، هو بيبدا كده. الامور بتمشي معاه شويه، بعد كده بيبدا بقى ايه، يقول لي انا عايز اصنع لنفسي تمام، عايز حاجه باسمي بقى، احط التيكت عليها بتاعي ومش عارف ايه. واحنا عندنا الاتاحه دي كمان في المصنع بتاعنا، ان انت تخلي لو حد غير البراند بتاعي انا بمسك شغل اللي برضو براندات مصريه، يعني حاجات مصريه انا بمسك الشغل بتاعها. طب انت ايه اكتر البراندات المصريه اللي انت شفتها وعجبتك، او عجبتك قصتها ونجاحها وكده؟ في براند اسمه حجاب بوتيك تمام، ده من الحاجات اللي بحب الشغل بتاعها جدا، وبيشتغلوا على الكواليتي. في تاني براند اسمه روانزا تمام، البراند ده برضو من البراندات المصرية المحترمة يعني في الملابس المحجبات تمام. في تاني بتتابع حركة طبعا لما لازم حد جديد بيظهر بتحب تبص عليه وتتابع شغل فولو لكل البراندات اصلا. ده بالنسبة لك ده لأنه منافس. ايوه منافس، عشان انا اعرف اطلع كوليكشن اعلى منه. المنافسة دي بتشجع على ان انت تطلع الاحسن يعني. طبعا مش بتخوفك، مش لا 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 خالص خالص، اصل هخاف ليه؟ يعني مفيش، الموضوع مش ما فيهوش خوف، لانه انت هو اللي عمل الكوليكشن هو مش احسن مننا في حاجه يعني، او ما عندوش عقليه. فلا، احنا بنشتغل على الحاجه وربنا بيكرم. احنا بنشتغل وهو بيشتغل. لو تعمل لوكال براند تنصحهم بايه؟ يبدا واحده واحده تمام، يشوف مثلا مكان مصنع كويس يشتغل عليه. في مصانع كتير موجوده في مصر، زي مثلا في منطقه اسمها جسر السويس، دي بيبقى فيها مصانع كتير حريمي ورجالي، سواء انت عايز تبدا براند رجالي او تبدا براند حريمي تمام. في منطقه كرداسه مثلا فيها مصانع كتير في العبايات والكاجوال. في مثلا في وسط البلد بقى، دي بدايه القماش والخامات والكلام ده كله، الازهر الموسكي والتربيع والحتت دي بقى كل الخامات والكلام ده كله، يقدر ينزل يجيب منها الخامات بتاعته يعني ويبدا يشتغل عليها. مش صعبه. لا لا خالص خالص، بس اكيد بس محتاجه التحدي بقى هو انك ممكن بالظبط كده تخسر فلوس، او انه حد يخاف، او يبقى طموحه بيتهز في فتره. بالظبط كده، الموضوع بيبقى بيحتاج نفس طويل شويه. اللي يبدا براند لازم يبقى عامل حسابه على الخساره، لان انا ممكن في اوقات كنت اعمل الكوليكشن مثلا 25 موديل وانزلهم في بدايه الموسم وما بيعش ولا قطعه من الكوليكشن. كولكشن كامل، كولكشن يبقى مثلا 1500 قطعه 2000 قطعه. يا نهار ابيض، وما بيعش ولا قطعه ولا قطعه. طب كنت بتعمل ايه؟ فاضطر اعمل حاجات قطع معينه ابقى انا عارف انها تشتغل كويس، ادعم بيها الكوليكشن.
تعوض معايا الحاجات اللي هي ما اشتغلتش. وابدا بقى نعمل عليها سيل، نعمل عليها حاجات كده بقى عشان خاطر نفك الدنيا شويه. فطبيعي في ناس بقى ممكن يجي يعمل الكوليكشن يبوظ منه، يروح نايم في الخط ويفضل طول السنه مش شغال. حصلت معاك قبل كده ان مثلا كوليكشن كامل يبوظ؟ اه طبعا، يعتبر تاني كوليكشن في 2018 بعد ما بدات. كنت لسه بتحاول. بعد ما بدات تاني كوليكشن في 2018 عملته، عايز اقول لك مفيش قطعه اتباعت بمعنى الكلمه، برغم انه انا كنت قبلها شغلي كان عامل في السوق بتاعنا، كان شغلي في سوق العبايات كان شغلي عامل ضجه يعني. كنت بص يعني مسمع. الدفعه الثانيه طلعت، الدفعه الثانيه بقى طلعت مفيش. بالظبط كده يعني، مفيش حد يعرفها، مفيش حد شافها اصلا في السوق خالص، وما حققتش منها اي حاجه. حسيت في الحته دي اكيد. بص مش احباط، انت بتحس مجهودك تعبت وما لقيتش حاجه، بس بعد كده الواحد بيبدا يستوعب نفسه. انا ماشي دايما في شغلي بسياسه النفس الطويل. لازم يبقى نفسي طويل عشان اقدر اكمل واوصل لحاجه. طبيعي هقع مره، هقوم مره، مش على طول هكسب، اوقات اخسر اوقات اكسب، يعني على حسب بقى الامور ماشيه ازاي. دي طبيعه الحياه. بالظبط يعني. كده، والواحد يعني اتعود على الامور ما بتبقاش احسن حاجه ماديا. فعادي تمام. بس انت في السوق فبتتعلم. بالظبط كده. بتعلم، وكل يوم بتعلم أكيد. جديد. طبعا طبعا كل يوم بتعلم جديد، لانه انا بادئ مش بادئ صاحب مشروع او بادئ، لا انا بادئ من طفولتي بشتغل يعني. مع الدراسه كده في فتره الاجازه بنبدا نشتغل. نشتغل بقى. مع دراستك من زمان بتشتغل؟ طبعا يعني، يعتبر انا بدات شغل كنت لسه في ثانيه ابتدائي. اخلص الدراسه كنت اروح اقرا قران في الصبح، اروح الكتاب بتاع الاطفال ده واقرا قران، وبعد كده اخلص في الاجازه بقى اروح شغل المصنع او عند عمي او عند خالي وابدا اشتغل اتعلم واحده واحده كده. الجامعه كمان كنت بتعمل نفس بالظبط كده. بعد بقى كده كملت نفس الحاجه لحد بقى ما بقيت بشيل المسؤوليه يعني. وده اكيد اللي علمك كتير من صغرك، ان انت شفت الحاجات دي كتير فتعلمتها. اتعلمتها انا في البدايه، اتعلمتها كده يعني ايه، من خلال شغلي في الورش الصغيره والحاجات دي. اتعلمت الصنعه في الحاجات دي، في الاماكن دي. اتعلمت الاول الخياطه، المكنة الخياطة، وبعد كده بدأت أتعلم القص، وبعد كده أتعلمت الباترون، وبعد كده برضو التطريز في مكان كمبيوتر كده بنشتغل عليه، كنا اتعلمته برضو. تمام. يعني يعتبر بنسبة مثلا 90% من الحاجات اللي بنشتغل فيها في الملابس أنا بعرف أشتغل عليها. لازم صاحب المشروع يكون إيده في كل حاجة طبعًا. ولا في الغالب ولا ممكن يبقى مدير شاطر؟ هو لو مدير شاطر ماشي، بس لو انت هتصنع بنفسك، انا قلت لك في فرق ما بين انك تصنع حاجتك بنفسك في مصنعك او في مكانك، او تعملها في مصنع بره. فهو لو مدير شاطر هيعمل في مصنع بره، لو ما يعرفش حاجه في الشغل او كده هيعمل كل حاجه، مش هيعرف يصنع بنفسه. فلازم ايدك تبقى في كل حاجه طبعا، لانه بقى هيلاقي استغلال من العماله في كل حاجه، لانه هو مش فاهم. فلازم يتعلم الاول عشان يبدا يصنع لنفسه. واكيد انت كمان اتعلمت بقى تسويق. ما انت لازم اكيد، انت ما بقتش بتصنع غير انت بتصنع وتبيع. يعني اتعلمت بقى تسويق وتعورت في حاجات كتير وما اعرفش اسوق ومش عارف ايه. السوشيال ميديا بالنسبه لك يعني مهمه قد ايه في التسويق؟ هي الوقت رقم واحد، بس انا في الاصل ما كنتش بشتغل على السوشيال ميديا. انا في البدايه كنت مثلا بجمع داتا لبراندات معينه في مصر وابدا اكلمهم، انا فلان انا البراند بتاعي كذا كذا، وابعت لهم الشغل بتاع البراند بتاعي واقول لهم انا ممكن اجهز لك الكوليكشن بتاعكم كامل. تمام. وببدا بقى ايه، يقول لي ماشي تمام مفيش مشكله، يعجبوا الشغل يعجبوا الكواليتي، يقول لي خلاص تمام مفيش مشكله نبدا شغل. فابدا اطلع له التصميمات بتاعته واقول له ونختار العينات والموديلات ونبدا نشتغل على كده. تمام. بعد كده بقى ما بقتش بقى ليا في التسويق، ما بركزش فيه قوي يعني. عندي اخويا مصطفى معايا، هو في التسويق دلوقتي. انتوا شركة في طاي؟ وعندي في جه بعد كده معايا بقى بعدها بفتره صاحبي اسمه اسلام،
دلوقتي هو اللي ماسك مدير الانتاج، هو اللي ماسك الانتاج في المصنع. انتوا تحولتوا الى شركه؟ بقينا بقى بعد كده بقى لما بدات عليك بالظبط كده، لما بدات بقى بعد كده بقيت اركز انا بقى في التصميمات والشغل، ومصطفى في التسويق، في التسويق والحاجات في دي، واسلام في الانتاج. طموحك ايه بقى بطي؟ نفسك توصل بيها لايه؟ طي انا لما اخترت الاسم مش اخترته للملابس بس، انا اخترته كاسم الشركه بتضم كذا مجال، مش اللوكال براند بس اللي هي الملابس، لا لوكال براند في كذا حاجه. ايه غير الملابس؟ يعني مثلا في اول حاجه طبعا بدانا الملابس الحريمي، بعد كده هندخل في الرجالي، بعد كده نبدا نشتغل على تعليم، نعمل مثلا زي مشروع كورسات او حاجات كده لتعليم الناس تصنيع الملابس والحاجات دي، تمام كده. بعد كده بقى نبدا ندخل مثلا في الاطعمه، الكافيهات، الحاجات دي يعني. يكاد بس انت نفسك يبقى الموضوع يبقى طيب شركه كبيره بالظبط كده، مش بتشمل الملابس بس. والاسم في اختياره كان مبني على كده يعني، وانا بختار الاسم كنت بنيه على هذا الاساس.